الجريمة والمخدرات والاتجار بالبشر، كل هذه المظاهر المأساوية. اليوم المعركة هي معركة حاسمة، معركة كسر عظم، معركة نهاية هذه الأزمة واستعادة الدولة الليبية. طبعا قد يسأل الكثيرون لماذا هذه المعركة الآن ولماذا المعركة لطرابلس؟ نقول بكل وضوح في العام 2013 عندما كان المؤتمر الوطني العام موجودا في الحياة السياسية أصدر قرار رقم 27 ونشر في الجريدة الرسمية الذي يدعو إلى حل كافة الميليشيات المسلحة. فتبعه قرار في سنة العام 2014 قرار رقم 7 عندما كان فايز سراج عضو مجلس النواب. صدر هذا القرار يقضي أيضا بحل كافة الميليشيات والتشكيلات والمجموعات واتفاق الصخيرات أيضا. نعم، اتفاق الصخيرات في 2016 في بند الترتيبات الأمنية يقضي بحل الميليشيات وأن تكون العاصمة بعيدا عن كل المجموعات المسلحة. كل هذه القرارات لم تأخذ طريقها إلى النور رغم كل حجم هذه الترسانة القانونية المجتمعية والمشتركة، إلا أن هذه القرارات لم تنفذ على أرض الواقع. استمر الوضع كما هو عليه، زاد الأمر تقسيما، زاد الانقسام، زادت حدة التمفصل والتموضع عند المجموعات المسلحة. هيمنة الميليشيات والمجموعات الخارج على القانون والمطلوبين دوليين هيمنوا على المشهد السياسي وهيمنوا على مفاصل الدولة وكتموا على أنفاس الناس. وبالتالي اليوم الشعب الليبي استدعى القوات المسلحة العربية الليبية لكي تقوم بواجبها من أجل إعادة الأمن والاستقرار، من أجل استعادة الدولة، لأن احنا اليوم